الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني ورد ليش هو ما يصالح ما بين باريش دادا ونورمار. محمد جواني نزل على حسابه بالتيك توك هذا المقطع، وهذا المقطع كان بيه واحد من التعليق يسال محمد جواني انه بليز صالح ما بين نور وباريش. انا رد عليه محمد جواني حكيت مليون مره وبرجع بشوف هذا الكومنت، انا الاثنين رفقاتي بس انا ما بعرف شو السبب الخلاف الاساسي، كان هيك ما فيني اتدخل وصالحهم. وهنا جواني طبعا يوضح لنا انه هو اساسا ما يعرف شنو سبب الخلاف اللي ما بين باريش دادا ونورمار، فما يقدر اساسا يصالحهم، وطبعا اتوقع انه الاغلب اساسا ما يعرف شنو سبب الخلاف اللي ما بينهم. الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وليش ما نزلت اخر مقطع بقناتها. طبعا حتى هي نزلت بالمنتدى انه راح تنزل اخر مقطع وانه تتمنى تشوف الاخر، حتى نزلت قبلها شويه ستوريات كانت تقول بها تقريبا نفس الكلام، من الواضح انه بالستوريات كانت كلش مقوره كانت تبكي. راح تطقي معها على ما تفتهمون اكثر. حبايبي فيديو اليوم هو بحدد مصيري، وهو تقرير مصير بالنسبه الي وبحياتي، فاحضروه كلياتكم كلمه كلمه وافهموا كل كلمه عم بحكيها، وان شاء الله ما يصير شيء. ولكن بيسان اساسا ما نزلت المقطع الاخير، وانما نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات هم كانت تبكي بيها تقريبا، وكانت تقول بيها انه هي اسف ما قدرت تنزل المقطع، وانما راح تنتظر الوقت المناسب على مود تنزل هذا المقطع، وصارت تقول شويه كلام ثاني احطكم اياه شوفوا. طيبي انا اسفه كثير كثير كثير، بس ما قدرت انزل الفيديو اليوم لانه صار علي شوي ضغوط من ناحيه هذا الفيديو، بس اكيد اكيد راح احكي لكم كل القصه ليصير الوقت المناسب ان شاء الله كثير قريبا بوعدكم، بس انا اسفه كثير كثير صار علي كتير ضغوطات من هذا الفيديو، ما رح اقدر انزل لكم اياه اليوم، ان شاء الله بنزل لكم اياه قريبا وبشرح لكم كل شيء فيه لهذا الفيديو. طبعا حبايبي حقكم علينا، الفيديو كتير 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 مهم، اهم فيديو لإلي ولبيسان كان رح ينزل اليوم، بس صار في شوية ضغوطات والفيديو باذن الله رح ناجله يومين، اذا انحلت المشكلة ما رح ينزل، بس اذا ما انحلت ان شاء الله كمان يومين رح ينزل، كونوا مستنين هذا الاشي ان شاء الله. طبعا بالنسبه للتحريات فماكو غير ثلاث تحريات للموضوع. التحري الاول يقول انه هذا المقطع راح تنزله هو كان عن ابوها، فحسب ما سمعت انه تاريخ 1/19 هو اليوم اللي فقد بيه ابوها، طبعا الله يرجع بالسلامه. التحري الثاني يقولون انه هو مجرد مقطع عادي، وهناك بيسان تريد تسوي له شويه اشاعات على مود تجيب مشاهدات يعني اكثر. اما بالنسبه للتحري الثالث فيقولون انه صايره مشكله بينها وبين امها، ولكن صار لنا فتره طويله ما اشوف امها بالستوريات. على كل ان شاء الله خير والله يفرج عليها، وطبعا يا حبايب لا تنسون تدعوا لها بالكومنتات. شنو توقعاتكم للموضوع؟ الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين قمر مار على نور مار. طبعا ليس عن سبب الصراحه مار بالضبط، لكن حسب ما اشوف من متابعين قمر مار يقولون انه هي كلش مشتاقه لها ويردوها بالمقاطع، وحتى يقولون انه ما يريدون يدخلوا على المقاطع في هذا المشاهدات نازله عند نور مار. وطبعا لو دخلنا على اخر مقطع نزلوا ونزل بيها التعليقات راح نشوف انه هو من التعليق بالانجليزي يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع ويضرون صاحب المحتوى. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل هم يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وتهجمه على انس الشايب وبيسان بسبب مايا. فمحمد جواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع كان يحتفل بيه بمايا انه وصل حسابها الانستغرام لل 100,000، وبهذا المقطع جواني كان يقول بيه تقريبا كلام غريب راح احطكم اياه شوفوا. وصلت على حساب الانستغرام 100,000 متابع، وهي قبل هالمره كان عندها حسابات، وفي شخص ما راح نسبه حذف لها حساباتها وكل شيء. قوي هرقهم كل اللي سكروا لها حساباتها مايا بتحشر. الله ياخذهم. طبعا ما يعرف من كان يقصد بيه محمد جواني بكلامه هو وفريقه، كان يقصدون بيه انس الشايب اللي هو سرق حساب مايا الانستغرام مثل ما قلت لكم بالسابق، ونزلت لكم هذا المقطع ووضحت بيه انس الشايب. طبعا جواني بهذا المقطع تقريبا هو قصد بيه كلام بيسان وعلى انس الشايب، وكان يستهزئ بيهم قصه دبي. على كل راح احط لكم هذا المقطع بالوصف، روحوا شوفوه واكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم كلام جواني على انس الشايب. الخبر السادس اللي عدنا عن تهجم متابعين بيسان اسماعيل على شيرين بيوتي. فشيرين نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، ولو تدخلوا على المقطع وتنزلوا بيها التعليق راح تشوفون انه هو من التعليق انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليه هجش بيسان، يريدون يجمدون المشاهدات، ولكن الحمد لله كلها انحذفت. اما بالنسبه لسبب التهجم فمثل ما تعرفون ان جمهورنا رين بيوتي دائما يتهجم على بيسان جمدوا لها مشاهدات، فحب ان جمهور بيسان يرد هذا الموضوع وجمد مشاهدات شيرين. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، هل هي تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه تشاركوا فيزي مقطع مملكه القصص، وبس مع السلامه.